حنا هادي سنين وحنا كنعانيو من هاد المشكل هذا. حتى الاسعاف ملي كيجيو ما كيجبروش فين يدخلوا فين يخرجوا. كنتمنوا ان شاء الله يا ربي المطالب ديالنا هم يعدلونا هاد البلاصه هادي ترجع شي فضاء بعدا مزيون يطلعوا الاشجار بعدا يعدلونا الكرياج هنايا انت عارف اولا الرويده او كذا وكيبيعوها هيدا اجزاء كيبيعوها اجزاء ها نموذج كنتمنوا من السيد القائد الملحق الدائره التاسعه التدخل العاجل للحد من هذه الفوضى الفوضى المتمثلة في ركن السيارات الغير المستعملة فوق بعضها مما يؤدي ذلك إلى غلق الممرات المتدخلة للحي حتى الإسعاف أو رجال الإطفاء يعني إذا جاوا من اللي كيجيوا كيجبروا ممرات الزنقة ما كيجبروش فين يدخلوا فين يخرجوا وحتى واحد الراجل الجار ديالنا كان مرض اضطروا الأولاد ديالو كيحملوه مع بعضياتهم باش يخرجوه من الشارع باش يركبوا في التاكسي أو بولانسيا أو الإله أشباني ساكن في الحي بن كيران حنا هادي سنين وحنا كنعانيو من هاد المشكل هذا قبل من هذا كانت الأرضية غير صالحة ما كانش هاد المحلات صغار محلول ولكن من بعد صلحت اللي جمعوا الناس ديال الحي وجمعوا واحد البركة وصلحوا الأرضية تكلموا نادوا بداو كيكريو المحلات طاو هاد لافيراي كيعملوا واحد الخدمه عشوائيه ما هي مثلا كيجيب السياره كيفسخوها هذيك الاشياء ديالها اللاشيه اللي ما كتصلح حتى لشي حاجه كيسيبوها هنايا وكتجمع كتراكم ولكن السلطات لم تتدخل خاص السلطات تدخل بالنسبه لهاد الناس هادو هذيك الحاويات وهذيك الاشلاء اللي غير صالحه يخليوها عندهم وتجي شاحنات الأزبال خاصة بهم ويخلصوا عليها الضرائب ديالهم وتهزها لهم ولهذا كنطالبوا بالطريق توسع ويكون الطريق ممنوع يوقف شي واحد في الطريق نهائيا الملك العام خاصو يتحرر نهائيا نعم سيدي انا ياسين صغير مساكن الحي وحنايا كنتمنوا ان شاء الله يا ربي المطالب ديالنا هم يعدلونا هاد البلاصه هادي ترجع شي فضاء بعدا مزيون يطلعوا الاشجار بعدا يعدلونا الكرياج هنايا انت عارف ايوا ويعدلونا بعدا داك السيمان يعدلوه ما بقاش يلوثونا الدنيا يعني هذيك الطوموبيلات هادشي اللي خاصنا خاصنا الاناره تكون مزيونه والناحيه ديال الحاويات حتى هما وصافي هادشي اللي كنطالبوا وكنتمنوا كل خير ان شاء الله الرحمن الرحيم المشاكل المرتبطه بالحي ايضا مشكل ديال القنوات الصرف الصحي هي منعدمه ودخلت الشركه او الاداره الجامعه بتصلح هاد الارضيه هادي لكن هرست بعد قنوات الصرف الصحي هرستهم وهضرنا مع الرئيس بصفته مسؤول على هاد القنوات لكن من خلال التفاوض مع الرئيس كان يلح علينا بان نخليو الامور كما هي ما نوقفوش الشركه ونخليوه يدوز الطريق حنا كنقولوا له مستحيل دوز طريق وقنوات الصرف الصحي مهرسه ميمكنش ضروري خصك دوز قنوات الصرف الصحي ومن بعد منا دوز الطريق ولكن الرئيس كيقول ضروري خصنا نخليو الطريق دوز كما هي ولكن عجي امانيس من بعد وتهرس الطريق ولكن هذه الخدمه معوده كما كيقول المشكل ايضا كاين هناك مشكل نعاني منه في الحي مشكل ديال الازبال كانوا كيحطوا الزبل غير هنا والحاويات الازبال منعدمه يعني الاطفال كيقطعوا الممر الشارع باش يسيبوا الازبال سواء الكبير ولا الصغير ولكن تنعرف الشارع الكبير ما فيه لا ممر رجلي لا شي حاجه ما كاينش ممر رجلي وهذا يشكل خطوره على الاطفال وعلى الكبار وعلى الصغار نحن كسكان الحي سجلنا واحد الشكايه ودفعناها للسلطات المحليه يعني ارسلناها الى القائد الملحقه توصل بها واحد عون السلطه وانتنا كتعرف عاون السلطه شبرت دسه في الجيم ديالو ولكن ما وصلتش الى القائد الملحقه حنايا في الظن ديالنا انها وصلت الى القائد الملحقه ولكن بعد مرور السنوات اكتشفنا بان لم تصل الى القائد الملحقه
نحن كسكان الحي نطالب بسعادة الوالي والي جهة طاجة تطوان الحسيمة الحضور العاجل للوقوف على هذه المشاكل المتراكمة على هذا الحي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.